لليمين العمري العمري يوزع العمري تمر وهي تدخل على الجول. الهدف الاول لفهد الاولمبي الباشي. لبس ضد اليوز باشي والحكم يخلي الاسبقيه اللاعب النادي الرديس فاكس. اسكندر السويح ممتازه جدا التمريره ومفتاح وعدل مفتاح وعدل النتيجه لصالح النادي الرديس فاكس في الدقيقه الرابعه من هذا الشوط الثاني. ممتازه جدا التمريره بتاع اسكندر السويح. اسكندر السويح وممتازه الهدف الثاني الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. والفرحه واضحه على افراد ولاعبي النادي الرياضي الصفاقسي اللي اضافوا اذا لقب الكاس للقب البطوله الفقيه والكاس تسلم من سياده رئيس الجمهوريه زين العابدين بن علي الى قائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي شكري طرابلسي. تمشي الكره اللي محمد صالح مفتاح داخل مناطق الجزاء والهدف الهدف الاول في قلام. شوفوا الاعاده بشير بن احمد ما ثماش تسلل يتوغل محمد صالح مفتاح وارضيه. هذه الاعاده من التوغل من اسكندر السويح حاول يراوغ ويجبد بالمدافع والعقد بنزا يدخل داخل مناطق الجزاء ووزع والهدف الثاني انطلاق بنزا ينطلق بنزا كجناح ايمن يتوغل يدخل مناطق الجزاء يوزع ومحمد صالح مفتاح رائع رائع بالقدم يعني من العمليات اللي لا يمكن ان نقول عنها الا متي في حوار مباشر يتقدم الهدف الثاني ورغم تقدم زوج مدافعين مع شوفوا إعادة التنفيذ خرجوا مع زوج مدافعين والكرة وأنيس بجلبان متخلفي وتكفى وكرة والهدف الثاني الهدف الثاني والكأس تونسية الهدف الثاني على طريق توبي طرابلسي والكأس تونسية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي هنيئا للنادي الرياضي الصفاقسي ولتونس. اتجاه النفطي وزبير السافي زبير السافي يراوغ زبير السافي ويسدد ويسجل هدف ممتاز. هدف زبير السافي الثاني ممتاز هذا الهدف الثاني لن يصبح النادي الصفاقسي الذي قدم بهدفين قبل صفر هي اعاده العمليه تقدم يلعبها برافو حمص انت اشطر العبدي ومحمد حم وصبعي بالقوه والرابعه تقدم صلاح اللي شاله محمد حاطه بالزاويه اليسرى في نفس المكان عدو القذاف صفر وتقدم بقراشة 50,000 دولار وهو نادي الساقة ونادي زياد الجزيري ونادي رياض البوعزيزي والتايب تقدم التايب حطه بالجول جول عدل تقدم ضيعها عمر جمال جونيور حط مليك عملية 1-2 وثم زبير السافي والهدف الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي الهدف الأول من زبير السافي في 5 دقائق لعب تتغير النتيجة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي
عن فريق زوبيرسن. خمس دقائق لعب والنادي الرياضي السواسي يهتدي الى الشباك عن طريق زبير السافي. ومن الطرائف زبير السافي ابن النادي الرياضي السواسي كان سبق ان سجل ضد فريق النادي الرياضي السواسي لما كان يلعب. نتمناه للمريخ ولكن جاء هدف عكسي من ومن اخر ثانية. اليوم تنطفئ النار في القلوب. النفط يوزع الثاني بالرأس سجل في المرمى. الثاني مش ممكن مش معقول مش منطق مش مقبول. ارقص لي على الفزاني شتحني على الفزاني يا بليز. 2-0 في اول 5 دقائق. مش ممكن. بركاتك يا خضرة بركاتك يا سي اس اس. 2-0 النادي الصفاقسي ممكن اقتل الفينال في 5 دقائق. هرب النفطي وزع المايسترو المعلم اضربها بليز بالراس العب يا ليلو. امبيلي ما لمسهاش. الدفاع المريخابي في المرمى. 2-0 توا طلعتوا رجال كي وعدتوني وكنتم على الوعد وعلى العهد. والامير رويد رويد يلعب لهيثم مرابط الارتكاز يلعب كرة في العمق ما فيش اوفسايد. هرب بليز سجل الثالث. مش ممكن. ما هذه السهرة ما هذه الليلة. نعم استفق وارقص معك من اليمين وعلى اليسار. قبلة على خدك الايمن وقبلتين على خدك الايسر وعشرة مليون قبلة على جبينك يا بليز. مش ممكن اللي صار. مش ممكن اللي يصير. انا في غيبوبة ولا في حلم؟ انا في حلم ولا في وهم؟ لا مع السي اس اس هو الواقع هي الحقيقة. العبها بالصدر وغالط بها الدين. يسجل الثالث وممكن ينهي اي اثارة للنهائي الكبير. الثالث من توقعها؟ من كتبها؟ من دونها؟ من ألفها او تصورها؟ مش ممكن 3-0 في 20 دقيقة. حتى في المهيري ما تسيرش. حتى في المنام ما تسيرش. والكورة باستمرار لهما تنبل الهداف وايضا دهور حذاري. والهدف الاول من الخاب فتح حذاري وانتبه. الشوط الثاني نتوقعه الصعب. وفريق المريخ يسجل اولى الاهداف عن طريق البرازيلي باولينو. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. نادي الصفاقسي لازم يرجع يركز ولازم ينسى النتيجة لانه في 3-0 بدينا نحلمه. حققنا وقبضنا على الكأس قبل نهاية الماتش الاول وقبل لقاء العودة. اذا هدف من باولينو. حارس لطفي السعيدي كان متقدم. نعم كان على مستوى 6 امتار. تمشي كرة من كورنر. اين الرأسية والكرات الثابتة؟ تمشي كرة براس خطيرة والهدف الرابع. بليز. هذا هو كلام الشوالي. نعم قتلك العب الهجوم. الكرات الثابتة اللي ركزنا عليها السنين اللي انتصرنا بها السنين. دو كاستيل يرجع ويفرح. 4-4-4. مش ممكن مش منطق مش معقول مش مقبول. لكن في الكورة كل شيء موجود لانه سي اس اس اليوم صال وجال. يسول النفطي يجول بليز. 4-1 المريخة. السفاقسي اول نادي تونسي يفوز في السودان. 4-1 حاليا. ما زالت اكثر شوية من 10 دقائق. يتقدم العجب يتقدم ويسجل بالثاني. يسجل فيصل العجب كابتن المريخ الهدف الثاني. 4-2 النادي السفاقسي. ولعها امير حسب الصوت. شوف لحظة الوفاة. شوف لحظة الكرامة. امير حسب الصوت يتواشى للكرة الغالية ويبعث بالتفه والحرارة في متماشات ملعب الذهب المهري. 1-0 للنادي الرياضي السوسي. قتل افريقي على مستوى جهة الكاف. يؤكد نتيجة الذهاب وأقوى تكتيرية من باع الدين محمد والكورة في الشباك. كورة في الشباك ما سماش كلام. كورة للشباك للنادي الصفاقسي فنان. شوف رجع لنا الصورة سيدي المخرج العزيز وأنت بالتأكيد. كورة من أمير حسن الصوت على طول في الشباك السودانية. فرحة كبيرة للكرة التونسية. أخيرا
خطير، فرصة كبيرة وانطلاقة من بوكو، وبوكو يدخل يصدد الهدف الأول. الهدف الأول للنادي الصفاقسي في أول دقيقة، في أول دقيقة بوكو يفتح باب التسجيل، بوكو يسجل هدف في أول دقيقة. في وقت الحديث على أن مباراة النهائي في الإياب ستكون سريعة وخطيرة ومثيرة، يبدأ السي اس اس مبكر بالهجوم، يضغط منذ الانطلاق ويسجل منذ الدقيقة الأولى من أسرع الأهداف في تاريخ الكلاسيكو التونسي بين النجم والنادي الصفاقسي. هدف يقلب برشا موازين، هدف مبكر يبعد على البشاوي، يضرب بوكو، لم أغلط ولم أخطأ لما سميته التي جي بي، سريع جدا يبعد على البشاوي، يعمل اكسيليراسيون، يضرب كورة في زاوية شبه مستحيلة، يباغت ويغالط ويخادع الحارس البربولي. هدف ملعوب من نادي الصفاقسي في وقت دقيقة لعب. إذا مباراة اليوم مباراة أهداف، أنا قدام لفريق السي اس اس، مباراة كبيرة بشوط ثاني، كونتر أتاك مرة أخرى، نفس الطريقة بوكو، رب بوكو، بوكو خطيرة جدا، يلعب ممتاز للنابتي، يعمل مراوغة النابتي خطيرة جدا، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الريال الصفاقسي، الهدف الثاني للنادي الريال الصفاقسي عن طريق اللاعب عبد الكريم النابتي، عبد الكريم النابتي سجل هدف ثاني في وقت قاتل وقاتل جدا. التغطية الدفاعية كانت منعدمة تماما، يهرب رجل بالتغطية، يرجع الكرة بالتاكل للاعب، بالتاكل بالطلع بالعقب، يلعب كرة للنفطي، والنفطي خلص مباراة كونفدريشن في روتمانيا. الهدف الثاني، قلت أكثر من مرة في أكثر من تدخل أن النفطي فورمته هي تحسم المباراة، أحسمها أوبوكو بالسرعة، والنفطي في لقاء يعني كان ممتاز، نادي الصفاقسي ما سرقش تفوقه بالفعل. هذه هي اللقطة، هذه هي الكرة في لقاء تونسي، الأمور مفتوحة ومكشوفة وواضحة ومفتوحة كسيناريوهات ماتش. السي اس اس ظهر اليوم أنه ملك الكونتراتاك، السي اس اس ظهر أنه ملك الكونتراتاك، السي اس اس ظهر اليوم أنه فريق مرتدات، وأنه البرة خير من صفاقس، يلعب بامتياز خارج ملعبه، والنفط يسجل الهدف الثاني ومهم جدا، هدف اول ثم هدف ثاني، والمباراة في طريق النصر. الثانية عبد الكريم النفطي منذ لحظات، وهذه الثالثة هي تكون جيدة، الثالثة تأتي بالجديد للنادي الصفاقسي في وقت قاتل وقاتل جدا. سيناريو ذكرني بلقاء الترجي ونادي حمام النمف، وأيضا قوة اللاعبين الكبار، قوة اللاعبين الكبار، لأنه قمامدية وقت عرف مش يجي المدافع، دز الكرة شوية باش يجي المدافع، وقتها جاء المدافع، جاء عليه وما جاش على الكره، هذه زاده معناتها من الحرفه الكرويه، وشيء معناتها موجود في كره القدم. ضربه جزاء في نهايه المقابله لصالح النادي الصفاقسي، والقائد عصام المرديسي يتقدم للتسديد. عصام المرديسي يفتح ابواب التتويج امام النادي الصفاقسي، ومروان برايك من الجهه الثانيه للابقاء على حظوظ الاتحاد المنستيري. عصام المرديسي يسدد وترجع الكره ويسدد وينجح في المره الثانيه، هدف لصالح النادي الريال الصفاقسي. عصام المرديسي اختصاصي ضربات الجزاء، يهدر ضربه الجزاء لكن في الاخير يتدارك. وسام الحدادي يحضر وترجع الكره جدال، والهدف الاول للنادي الافريقي.
الهدف الاول جدال. كرة ترجع بالخطأ وجدال يستغل الفرصة للنادي الافريقي. ركنية لنادي صفاقسي على يسار عاطف تخيلي. زوز دقائق وقت بديل وهدف التعادل. هدف التعادل للنادي الصفاقسي. الفرجاني ساسي. ساسي فخر الدين بن يوسف. ثم مامون يوسف هو على اليمين يطلب في الكرة. فخر الدين بن يوسف يلعب الكرة في العمق. حسام الواتي. حسام الواتي مازال بحوسه الكرة. تتعدى والهدف الثاني للنادي الصفاقسي. توفيق الصالح. الهدف الثاني. كوتشينج ممتاز لكرال. ماهر العناشي مبدأ تحت الفرصة لفخر الدين بن يوسف. بن يوسف بن يوسف يمر فخر الدين على اليمين. فخر الدين وين التوزيع؟ فخر الدين يوزع وتصويب. جول 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 جول. برايما دونغ. برايما 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 هو الحقيقة. صفاقسية مع المية مع المية. ولح برايما شعل الاندونغ. كورة ولا في الأحلام من فخر الدين الفنان. واليمينية الكابونية لبرايما تغارد كيديابا وتعطي للسي اس اس أجمل إسباقية. يلعب يا سي اس اس وانسى تعبك. زيد في السرعة وجيب ألقابك يا صفاقسي. عيدكم عيدين يا صفاقسي عيدكم عيدين. الليلة ثلاثة أهداف في الانتظار للدقيقة 90. يا سلام يا سلام. برايما دونغ كرة في الأحلام بكرة من أجمل أقدام. بهدف لصفر يلزم التحذير كما ينبغي لمباراة الإياب. ترجع الكرة فخر الدين بن يوسف ينطلق. يمشي يا فخر الدين سايب الكرة وين؟ وادي الكرة فيها جول فيها جول فيها جول فيها جول فيها جول جول. في الشباك عدانو جبانو في الشباك عدانو. النادي الرياضي صفاقسي ولعها شعلها فخر الدين. شوف هذه الكرة وين. يا سلام يا سلام. ولا هذه الكرة في كل الأحلام. هو فخر الدين حبيب الملايين. وهذه الكرة من تاه ياسين. والنادي صفاقسي في الدقيقة 90. فريق من ذهب من الليلة يريد اللقب. يلعب يا سي اس اس انسى تعبك. زيد في السرعة جيب القابك يا ياسين. حطيتها له في الشباك جبتها له. عيد صفاقسي عيدين. جمهور يغني للدقيقة 90. وعنده خمسة ملعبية ربحوا الشان مع الكونغو 2009 بقيادة كيديابا مبوتو. فريق لعب نهائي المونديال. كورة خطيرة والتسديدة والحارس والهدف الأول. الهدف الأول لمازيمبي. الهدف الأول لمازيمبي. خطأ فادح في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. هو مازيمبي ولعها ويشعل النار في الفينال. 1-0 التراوري. ترجع كرة في خطا بينات جيفن سينغولوما. يلعب واحدة اثنين والتسديد وهدف الثاني. هدف ثاني وهدف التعادل من مازيمبي. هدف ثاني في 24 دقيقة لعب لمازيمبي. حقيقة فريق لا يقاوم. ماماني يوسفو واحدة ضد كامتيل الجامبي جابت هدف. واحدة أخرى ضد فريق الكونغولي في الدور الثاني التمهيدي. هذه 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 تاريخية. هذه تاريخية. هذه تاريخية. إليه 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 إليه. تاريخية يا سيسس. تاريخية يا فخر الدين. إليه يا ربي عالي. أي أي أي.
يا سبقسية. إليه الهدف الأول، هدف البطولة يا مازامبي. 2-1 للسيسيس. حمد لله يا ربي، حمد لله يا ربي. يوسفو، يوسفو عودها تاريخية يا فخرو، يا فخر الدين جول، يا فخر الدين جول. إليه للسيسيس هدف يا كيد يا با. ومرة أخرى نعود هيك وما نحشمش سيف زريك ولاكار يا مازامبي.